في لقاء خاص أيضا مع الزميل علاء رشوان موفد أخبار مصر، أكد وزير الخارجية سامح شكري على وجود إرادة سياسية لتوسيع التعاون بين البلدين في كافة المجالات والاستفادة من التقدم في الهند لتحقيق المنفعة المشتركة. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن دعوة مصر كضيف شرف في اجتماعات مجموعة العشرين التي ستترأسها الهند العام الحالي تعطي مصر مساحة هامة في التفاعل والتأثير على التوجهات الاقتصادية والتنموية الدولية خلال هذه المرحلة المهمة. نتابع. وجود إرادة سياسية لدى الطرفين بالارتقاء بالعلاقة بجعلها أكثر إيجابية في إطار السياسي والاقتصادي والثقافي وتوسيع رقعة التعاون في كافة المجالات. العلاقات المصرية الهندية علاقات طويلة وراسخة وهناك قدر كبير من التوافق والرؤى المشتركة فيما بينهما لما وصلت إليه الهند من تقدم وتنمية مستدامة والقدرات المتوفرة في الهند تتوافق مع جهود مصر التنموية والتعاون في هذا المجال الاقتصادي بالتأكيد يصب في مصلحة البلدين. ولكن هناك أيضا أطر سياسية عديدة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الدولي والتنسيق حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. عندما يتم ترفيع العلاقة علاقات التواصل فيما بين الأجهزة الحكومية لدى البلدين يتم تكثيفها وبالتالي يزداد التنسيق والعمل المشترك. الهند تستضيف الآن الدورة الحالية لاجتماعات الجي 20 يا فندم، مصر ودورها في هذه الاجتماعات؟ مصر عندما تشارك في اجتماعات الجي 20 وقد شاركت من قبل عندما تولت الصين هذه المسؤولية دائما تعبر عن صوت الدول النامية عن متطلباتها خصوصا خلال الأجواء الاقتصادية المتوترة الحالية، والهدف بأن يتم إيجاد الآليات الملائمة لتوفير الفرصة أمام الدول النامية لتحقيق التنمية مع الأخذ في الاعتبار أن هناك قضايا يتم تناولها في مجموعة الجي 20 كلها معنية بمنظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وبالتأكيد أن صوت مصر والهند ودول مشاركة أخرى من العالم الدول البازغة مهم أن يكون واضح ويعبر عن متطلبات واحتياجات مجموعة الدول النامية.